بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 86. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. انتهينا في الحلقة السابقة إلى آخر قوله تعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. من يشرك بالله، ومن هذه من ألفاظ العموم، أي أحد أشرك بالله فإنه يضل، سواء كان ملكا من الملائكة أو رسولا من الرسل وحاشاهم، لكن هذا من باب الافتراض، أو كان وليا من الأولياء. من يشرك بالله أيا كان. ولهذا قال جل وعلا في الآية الأخرى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. قال تعالى لما ذكر الأنبياء وفي سورة الأنعام، قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. من يشرك بالله فقد ضل، ضل يعني عن الصراط المستقيم. الضلال هو الضياع والهلاك. قد ضل ضلالا، هذا مصدر تأكيدي، ضل ضلالا بعيدا، أي بعيدا عن الحق. فالشرك يبعد عن الحق بعدا لا نهاية له، بخلاف ما دونه من المعاصي، فإنه وإن أخرج عن الحق فإنه لا يبعد صاحبه عنه، لا يبعد صاحبه عن الحق ما دام لم يخرج من دائرة الإسلام، فإنه قريب من الحق. قد ضل ضلالا بعيدا. وفي الآية الأخرى يقول سبحانه: إنه من يشرك بالله، قال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذا تمثيل للمشرك أنه يسقط من العلو إلى أسفل سافلين، ويعترضه في أثناء سقوطه مهلكات، تخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، يعني بعيد. وهنا يقول: فقد ضل ضلالا ضلالا بعيدا والعياذ بالله. فهذا فيه التحذير من الشرك والحث على معرفته من أجل تجنبه. فقد ضل ضلالا بعيدا. وما دمنا قد انتهينا من هذه الآيات، فإننا ننتقل إلى بيان ما يتبين لنا من أحكامها. فيؤخذ من هذه الآيات تحذير من كثرة الكلام فيما لا فائدة فيه، من قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم، يعني من كلامهم، كلام الناس، وأن ذلك شر. إذا نفى الله عنه الخير فإنه شر، فكثرة الكلام فيما لا فائدة فيه شر. ويؤخذ من هذه الآيات فضل الكلام في حث الناس على فعل الخير.
يفهم من الآية أو من منطوق الآية، قال تعالى: إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. منطوق الآية أن إذا أن الكلام ولو كثر إذا كان فيه مصلحة دينية أو حتى دنيوية للناس فإنه ليس شرا وإنما هو خير، لأنه كلام نافع ولو كثر، فإن ذلك لا يخرجه عن الخيرية، ولو كثر وتكرر. الكلام في الخير خير ولو كثر، ومنه الكلام في ذكر الله عز وجل، التسبيح والتهليل، ومنه الكلام في تعليم العلم النافع، الكلام في الدعوة إلى الله، الكلام في الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، الكلام في الإصلاح بين الناس، وكل ما فيه خير ديني أو دنيوي. ولكن الخير الديني فضله لا يحد ولا يقدر بقدر، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ويؤخذ من هذه الآيات فضل الإصلاح بين الناس لما يترتب عليه من المصالح، والصلح والإصلاح معناه تسوية النزاع بين المختلفين من المسلمين، سواء كان هذا الاختلاف بين طوائف وجماعات من المسلمين، كما قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، أو كان هذا الاختلاف بين الناس بعضهم مع بعض، أو كان هذا الاختلاف بين الزوجين، أو كان هذا الاختلاف بين العوائل. فالإصلاح بين الناس إذا حصل فإنه فيه خير كثير. قال تعالى: والصلح خير، لما يترتب عليه من المصالح. وفي ضمن ذلك النهي عن من يفسد بين الناس، من يفسد بين الناس بالوشاية والغيبة والنميمة، هذا ضد المصلح، والله جل وعلا يعلم المفسد من المصلح. والإصلاح بين الناس كما قال الفقهاء هو معاقدة يتوصل بها إلى تسوية النزاع بين مختلفين، وفيه خير كثير. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.